إلا الفكرة الثانية اللي بتحكي عند حل متباينات تحتوي أقواسا. لما أشوف أقواس شو بدي أعمل؟ بدي أستعمل خاصية التوزيع للتخلص من الأقواس أولا، ثم أحل المتباين. يعني أول إشي بس تشوف أقواس بدك تعمل على فكها، بدنا نفك الأقواس. نشوف السؤال أو مثال ثلاث بيحكي لك حل المتباينة 3 بالقوس تي زائد 1 أكبر من 4 تي ناقص 5. أول ما بتشوف أقواس وفي عدد مضروب فيه، لازم توزع هذا العدد على القوس كامل بالضرب من خاصية توزيع الضرب على الجميع. هلأ بين الثلاثة والقوس في عندك عملية ضرب مخفية، أوكي؟ يعني هون بدك تضرب 3 بتي وترجع تضرب الثلاثة بواحد، فبصير عندك 3 تي زائد 3 ضرب 1 3. وانتبه للإشارات، الثلاث إشارتها موجب، فعشان هيك لما ضربنا موجب في موجب أعطتني 3 تي، وموجب في موجب واحد اللي هي موجب 3 في موجب واحد اللي هي موجب 3، بتنزل إشارة المتباينة اللي هي أكبر، وبتنزل الطرف 4 تي ناقص 5 زي ما هو. هلأ بعد ما فكينا الأقواس بتلاحظ إنه في عندك 3 تي على طرف و4 تي على طرف تاني، وفي عندك ثابت موجب 3 على طرف سالب 5 على الطرف الثاني. هون لازم نعمل على تجميع الحدود المتشابهة بعد ما فكينا الأقواس. إذا بالأول هون شو عملنا؟ فك الأقواس. الخطوة الثانية بدنا نعمل على تجميع هاي الحدود المتشابهة، فبننزل 3 تي، طبعا بدنا ننقل 4 تي على الطرف هذا، فبصير عندك سالب 4 تي لأنه بهذا الطرف كانت موجب 4 تي، إشارة المتباينة بتنزل. هلأ السالب 5 بتنزل زي ما هي لأنه إحنا ما بنغير طرفها، بدنا نغير مين؟ ننقل مين؟ الموجب 3. لما بتنقل الموجب 3 بتصير سالب 3، أوكي؟ وفي ناس بكتبوها موجب سالب كمان صح. هلأ 3 تي ناقص 4 تي هدول مختلفان صح؟ معناته رح تطرح وتعطي الناتج إشارة العدد الأكبر، يعني صغير ناقص كبير بتطرح وبتعطيه إشارة السالب، بصير عندك سالب 1 تي تمام؟ أكبر. سالب 5 زائد سالب 3 أو سالب 5 ناقص 3 دول متشابهان بالإشارة، رح تجمع وتعطي الناتج إشارة العددين فبطلع عندك سالب 8. هلا أنت بإنه هون معامل تي سالب 1 مش 1، سالب 1. وفي أحياناً نكتب لك إياها هيك وتشوفها هيك سالب تي، السالب هاد بيكون لازم يكون السالب لعدد، أوكي؟ عشان هيك طوالي بس تشوف إشارة السالب مع متغير بتحكي إنه المعامل سالب واحد. طيب هلأ بدنا نتخلص من معامل تي اللي هو سالب واحد. نفس الطريقة بتقسم طرفي المتباين على سالب واحد. سالب واحد تقسيم سالب واحد واحد، تي تنزل زي ما هي، إشارة الأكبر بدها تصير أصغر لأنه إحنا قسمنا على سالب واحد، والسالب واحد عدد سالب، فلازم نقلب إشارة المتباينة. سالب تقسيم سالب موجب 8 على 1 بيساوي 8،